العامين إسحاق هو واحد من بين عديد ضحايا التلوث البيئي بجابس، مهدد كل يوم بالموت جراء ما تنفثه مدخنة المجمع الكيميائي ومداخن أخرى كثيرة من غازات سامة وروائح كريهة. معاناة كثيرة يعيشها أهالي خليج جابس لا تقتصر فقط على حرمانهم من أبسط معاني الحياة، بل حرموا أيضا من الحق في صحة سليمة. فكثير هم الضحايا وكثير هم المرضى، أمراض عديدة ومتنوعة ولكن لا من مجيب. أنا ولدي نعاني في الليل، ما بيتش نرقد من كثر اللي بكى، ويبدأ الليل كله يحك، وعنده الالتهاب في الكبد، وطالبين عليه معناه حالة عملية زرع، ونتعبوا في الليل وتعبنا من مصاريف وكل شيء، وهذا الكل إجراء التلوث. مش فيحش في الروايح اللي نشمه فيهم حنيل، واحد يبدا مخنوق، يبدا الواحد مسكر على روحه دار، وبالخص ولدي هذا نبدا ما نجمش نخرج من الليل لليل، تعالش من الروايح ما نجموش نقعدوا فيهم اصلا، الدنيا البر ما نجموش نقعدوا. وتصوري واحد غطي كي سخنه ويبدا قاعد في داره والروايح نشمه فيها، الواحد ما عادش حتى فيه ينوض من الصباح، ينوض كانك وغلت ريحه الصباح. ما لاني واحد من الناس تاك صغار يبدا باش يحمسوا على العوم في البحر، ما نخليهمش يعوموا في البحر، خاطرش تخشي يخرج لحمك بكل فيه زي زيت زي هيك من مصخ بكله، وهذاك الكل ما احنا بلاش بحر ما نسلمين من المرض، خلي باش نزيدوا نعوموا في البحر، نبدو هكا ونزيدنا مرض على مرض، جرثومة البحر وجرثومة الهواء، نبدو نعينوا في الزوز جراثيم. احنا فما برشا عندنا جاري من هيك عنده زوز اولاد نفس المرض، واحد عمره في 6 سنين والقدي، واحد عمره عين نفس المرض، يعاني في زوز. صوري ربي يعطيه صبر، احني واحد بركة مانيش قدين، فما بالك زوز يعاني فيهم. فما برشا حالات في غنو، غير انا كيف ما يقولوها الستار مغطي وبرا، بقى ران عينو ونعينو في حالات وبرشوا فيهم، لا واحد حتى متلفتن ولا قالنا حتى وينكم باش تعالجوا صغار. وتصوري هذا عملية قداش تسوى؟ 500 مليون. نحن هنا موتى لكن دون قبور أو شهادة وفاة، هكذا عبر أهالي جابس. فالوضع ذاته يتكرر، حيث اغتصبت حياتهم فأضحوا على شفير كارثة بيئية وصحية واجتماعية. 12 مليون طن من مادة الفوسفوجيبس تضخ يوميا كذلك في البحر، فهاجر الحيوان وانكسر النبات واستحال العيش بسلام على شاطئ السلام بجابس. رمال المخاززة ها تعال يا رمال متاع غنوش ما عاد يزا قبل واش اشحيها ها تعيف غلي مخززه خضراء قبل الرمال متاعنا حني ما عند حد نظيفه وتهبل حتى كي تتكي عليها ريحتها تو تشمي كان الخز والوسخ وال البوليسيون في جابس ضر المصدر متاع المظله ومتاع القفه اللي هي النخله، بحكم ان البوليسيون ضرب نخل ولا ما عادش فما سعف. تونس كاملة عارفة الشيء هذا، عارفة كما نقولوا العلة هذه اللي عندنا في جابس المجمع الكيميائي هذا، معناها اللي ما هوش عايش في جابس ولا ما هوش جابسي ما يعلمش، فهمتي؟ عندك حق، معناها أي إنسان معناها مش عايش في جابس عنده حق، ما يعرفش علاش في جابس مثلا ساعات تصير مظاهرات ساعات اعتصامات، فهمتي؟ ديرنيير موكا ما سمعتيش طفلة صغيرة كبدة مع مشت، فهمتي؟ مات الدرنيير مو من ايش، من التلوث هذا تاع اللي عايشين فيه. السفري صناعه كيميائيه فيها تلوث، فما الحاجات المقدور عليها معمول صايره من وقت تركيز المعامل، وفما تطور علمي، كل ما يقع تطور علمي احنا قاعدين نواكبوا فيه. عندنا مشروع الفوسفوجيبس، فما مشروع فوسفوجيبس عندنا من التسعينات واحنا نخدموا عليه، ما هوش هين ما هوش سهل، عملنا عدة دراسات، شفنا عدة ورق، تعرضنا لعدة صعوبات من ناهي الأرض اللي يزم تقبله، ناهي البلاصة اللي تحط فيها، البعد. المشروع تقريبا نقوله بالنسبة لإحنا كتقنيين حاضر، ما زال شوية إشكاليات في مع المحيط الخارجي مع الأهالي، على أساس ما زال مش قابلينها كفكرة، إن شاء الله نوصلوا ونحقوه من الحاجات اللي مراهن عليها الجروب شيميك، وفي نفس الوقت استناوا في ديسيزيون بوليتيك، ديسيزيون الدولة.
الجروب شيميك قاعد حاطط عليها برمي الأولويات نتاعو هي الأمور البيئية، المشاريع البيئية هذه بصفة عامة. عن عدة مشاريع أخرى قاعدين نخدم عليها، ومعناها في الموضوع هي مصالحة الجروب شيميك مع المحيط نتاعو. وفي هذه الحالة لا يمكننا أن نقنع أناس يعيشون واقعا صعبا بأنهم سعداء، خاصة بعد أن امتنعت جمعية الدفاع عن البحارة ووكالة المحافظة على البيئة والتنمية المستديمة بمعتمدية غنوج عن الإدلاء بتصريحاتها في موضوع التلوث البيئي بالخليج. واكتفت هذه الأخيرة بمجنا بكتيب لا يعبر إلا على جمال الخليج وسحر الطبيعة وطيب العيش هناك، لكن الواقع أمر من ذلك بكثير. أكثر من صيحة فزع يطلقها أهالي مدينة صفاقس وخاصة بحارتها، هؤلاء الذين ارتبطت حياتهم بحياة البحر فانقطع رزقهم وذاق حالهم عندما هاجرت الأسماك وقضت مادة الفوسفوجيبس على كل معاني الحياة بساحل معتمدية تينا. هذه المادة الفتاكة تضخ بكميات هائلة يوميا في البحر، فأتت على الأخضر واليابس، فلا حيوانات ولا نباتات تذكر، مكان خالي وكل ما فيه يوحي بالموت. الحوت تهرب ما عاش ما عاش ثم حوت، ثم كان التلوث، ثم كان الوسخ، كان الريحة المشومة، كان ثم عاش ما عاش ما عاش بحر، فهمتني؟ كانوا القواطن لهنا يجوا عاد زيام على التروازيام، تو صبحة ما ثم شيء، حتى الطيور ماتت. البحر هنا ولا أنجراف، لا عاد يربي ذريع، لا عاد يربي حوت، طب لحمك واللي فيه كيف الجرب حساسية يتنحى كله. الفلاك متاعنا نخلوهم في البحر هنا بكثرة التلوث، ولا عمل انجراف ولا بالمروة فوق ما عادش تتكسر، زيادة بحكم الثياب والملاحة والمعامل هذوما عاملون التلوث. الحوت ما عادش تسكن الحوتة خلاص، خاطر الحوتة صوب ترعى تلقى كنشي الريحة نتنا والكوارث. الشيء اللي انت البحر لا عاد لا يربي لا حوت، لا عاد يربي لا كلوفيس، لا عاد يربي ببوش، ما عاش يا ربي شاوفة ولا انجراف. العباد هنا وفات ماتت، العباد ولا تمشي تخرج بالنهار بالاربع خمس ايام تروح كما تمشي كما تروح. سي وفاء البحر والغابة وكل شيء وفاء، معناها السياب دارنا بر وبحر وغابة، ما خلنا شيء فهمتني، وحني لا عندنا فلاحة لا عندنا شيء، مولد الرزق متاعنا هو البحر، هكا منين نعيشوا؟ ما عندناش، معناها عندنا غابة مع حاجة صغيرة متاع معناها ماكلة كيما نقولوا واحنا فهمت، اما السياب ما خلنا شيء، المورد الرزق نتاعنا الوحيد هو البحر. الماء تشوف فيه كيف نهولون، ماهوش كيما البحور الاخرين، معناها ما اكحلك ما تشوفوا فيه من المعامل ومن السياب. اللي يدخل البحر معناها حتى باش يخدم ولا باش حتى باش معناها مش يخدم ولا يعمل حاجه يحب له نهارين هو لحمه ياكل فيه، حتى يدوش الدوش الاول والثاني ما يفيدش فيه. الصيد من عام 52 والسياب هو يعمل يصنع في التلوث. المظاهر شنو هي؟ البحر اللي ورانا كله تصحر توا، انا نعرف البحر كان كله بوزيدونيا اللي هي الذريعه يسميها هوني، انعدمت توا تماما، والبحر ولا عباره صحراء، يعني هجرته الاسماك وتقريبا ما عاد في حد شيء. وكان ثم بلاج منا يسميوه شط النخله، كان العباد تجي تصيف والناس مصلي عن بيه صيف كامل العباد فيه، توا الناس هجرته البحر تماما، نظرا لانه لو كان تجي في البلاصه اللي قاعدين فيها توا الناس اللي قاعدين يشوفوا فينا يجوا لهنا ما يجبوش يقعدوا 10 دقائق واقفين في نفس المكان. ثم محطه تطهير اللي هي تعالج كميه معينه من الماء، والماء الزايد كله طيشه مباشره في البحر. وثم الاكسيفيام تاع المصب المراقب بكري تاع زبله نقولوا احنا وصفاقس، اللي هو غطوه بالرمل، لكن في كل الحالات ثم رشح من اللوطه، والرشح هذاك يتخلط مع ماء الثياب ماء التطهير، ويحطوا اليد في اليد يمشيوا للبحر ويعملوا ما يعملوا في البحر نتاعنا. كان يا بخصوصيه جيت بعد الثوره، اول قرار اخذيناه هي غلق معمل الثياب، واللي نعرفه احنا هو اللي قرار سوري وكهولي، لانه القرار يكون سياسي اكثر منه قرار اخر. وديوان تطهير قلقناهم برشا بالمراسلات، وكل مره نبعثوا لهم ونطالبوهم باش ينقصوا من الريحه، لانه الريحه في الليل ما نجبوش نقعدوا برا من ديارنا. وثاني حاجه من المرجيه نتاعهم في البحر، اللي ربما قاعده تشوف ورايا الماء اللي قاعد ماشي في البحر، تخيل انت هذايا 24 ل 24، وفي حالات الامطار يولي مضاعف الماء هذايا،
وعندنا تشكيات كبيرة من البحارة اللي تقريبا الرزق متاعهم تقطع. شيرت التلوث بركة ومشيت الانتاج سنين ومن شيرة الواحد كما قلت هذا الكلام ما عادش يجمعوه هو صغيرته كل شيء، حتى هو يصبح يحك بلحمة وأحوالته تعب وكل شيء، ولا ما عادش نجوم بحرنا وضعنا وما نلقوا ما نخدم احنا بصفتنا ناس كبار وكل شيء ما نلقوا ما نخدم بحرنا ما عادش فيه حتى مصور. ندوات ودراسات ومشاريع وقرارات كثيرة وضعت لدق ناقوس خطر التلوث، لكنها ظلت على الرفوف مجرد حبر على ورق، والمعضلة أن الكل يطالب بحقه في بيئة سليمة وعيش كريم. نحبوا نعيشوا، احنا ما نش طالبين حتى شيء، نحبوا ينظفونا البحر متاعنا. حبسنا احنا وصغارنا ما عاش فينا خلاص كملنا. الناس يلزمها الميمة قدام ما تخرجوا البحر ثم تعقيم، ثم دوايات ما يخرجوش مثلا يقعد 48 ساعة، ما يجيش في ساعته طول يتعدى البحر. احنا بسيوتنا بحارة وكل شيء وما عادش نجوم بحرنا. التلوث هذا ماذا بينحو علينا ونطلبكم ونقول من الحكومة أسرعينا. مخلفات مصنع الثياب والمجمع الكيميائي إرث كبير، لأنها قضت على سواحل كانت كلها فيما مضى تنبض بالحياة، لذا لا يمكننا أن نسكت الأفواه بمشروع تبرورة. هذه الهدية بدورها ما زالت تحتاج إلى العناية والاهتمام. لا يمكن أن نحكي على مصالحة مدينة صفاقس مع البحر إلا باستكمال تهيئة السواحل الجنوبية لمدينة صفاقس اللي ممتدة تقريبا على 5600 هكتار، يعني 13 مرة تقريبا مشروع تبرورة، واللي طول سواحلها 18 كيلومتر، واللي فيها صناعة الملوثة، يعني عديد الوحدات الملوثة، عديد المناطق الصناعية المتركزة في معناها بجانب هذا الفضاء، وجود الملاحات أيضا، وجود منطقة محطة التطهير، وجود معناها المصبات تاع المرجين، موجود عدد زوز مصبات، وجود الأودية أيضا الملوثة. وعنا كي طرحنا الموضوع في إطار شامل، يعني لابد أن نعطي أكثر فرصة لنجاح المشروع من حيث اندماجيته، من حيث ربطه بالمدينة، من حيث ربطه بالميناء، من حيث ربطه بالأحياء الشعبية، ومن حيث ربطه بالسواحل الجنوبية لمدينة صفاقس. والحمد لله وفقنا في ذلك، وتم تكليف الشركة يوم 20 نوفمبر 2012 من طرف جلسة عمل وزارية معناها عقدت في مقر رئاسة الحكومة، وتم تكليفنا بصفة رسمية بإعداد الدراسات التنفيذية لإزالة التلوث، وهي تعتبر استكمال لدراسات اللي قامت بها بلدية صفاقس ووزارة البيئة في بين السنوات 2006-2009، باش يكمل تهيئة كامل الشريط، وباش تصير معناتها مصالحة كاملة بين المواطن، بين المدينة في صفاقس والساحل البحري. هذا يتطلب عمل كبير، واللي لاحظوه اللي صفاقس يمكن كي تبنات من الاول، تبنات كاينش بلاش تصور عمراني وبلاش تناسق وبلاش انسجام بين مختلف الانشطه سواء الصناعيه او المناطق العمرانيه. هكا علاش ولات عباره على مجموعه من المناطق المهيئه بطريقه عشوائيه. بحر ملوث، حوت هاجر، نبته الضريع انتهت، روائح كريهه خانقه، حيوانات ونباتات انقرضت، لم يعد هناك أثر للحياة في البحر. بحارة وقف حالهم، متساكنون يعانون الأمرين، فقر ومرض وخصاصة. هذه الصورة من صميم واقع الشريط الساحلي الجنوبي، سببه خاصة مصنع الثياب بصفاقس والمجمع الكيميائي بجابس، فهل من منقذ؟ باش نصلحوا الوضع هذايا، مش يطلب اعتمادات هامه ويطلب وقت هام، وان شاء الله نقولوا احنا ان شاء الله نقولوا مش مؤخر. زعما قداش تحب لنا من عام اخر باش نجموا نشوفوا مشروع تبروره يرى النور؟ والله انا اعتقد من تاريخ اتخاذ القرار تقريبا 10 سنوات لانتهاء من المشروع بصفه نهائيه.